بسم الله الرحمن الرحيم. شادو كوبي، ايه الشادو كوبي ده بقى؟ ده نوع سيمبل جدا 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 من انواع الباك اب، حاجه سيمبل قوي. تمام، تمهيد للباك اب بقى اللي هو اللي بجد بقى. ايه الشادو كوبي ده؟ انا عندي هنا دومين كنترولر البرايمري، تمام، او اي سيرفر عادي. لو انت جيت دلوقتي على اساس كمبيوتر ولو جيت على اي بارتيشن عليه هتلاقي فيه هنا اوبشن اسمه كونفيجر شادو كوبي. اسمه ايه يا شباب؟ كونفيجر شادو كوبي. يا اما جيبها من هنا يا اما تدخل على بروبرتيز وهتلاقي في عندك تاب اسمها شادو كوبي، يا من هنا يا من هنا. يعني هو هنا بيدخلك على مين؟ كونفيجر شادو كوبي، بيدخلك على التاب على طول. تمام، ايه الشادو كوبي؟ انت بتاخد كوبي او باك اب من البارتيشن ككل. بمعنى لو انا جيت دلوقتي هنا كده دخلت على البارتيشن ده وكريت هنا مثلا فولدر زي مثلا اسمه داتا، وداتا ده كان جواه فايل مثلا على سبيل المثال، تمام، جواه اي معلومات كده. لو انت جيت دلوقتي على مستوى الفايل او على مستوى البارتيشن، كليك يمين تدور اولا على كونفيجر شادو كوبي، او كليك يمين على بروبرتيز شادو كوبي، ها مفيش حاجه. فانت لما بتاخد شادو كوبي بيبقى على مستوى ايه؟ زي ما اتفقنا البارتيشن، تمام. وقلنا ان انت بتاخد كانك بتاخد تصويره كده، سكرين شوت كده للبارتيشن. ازاي بقى؟ سين انا دلوقتي هعمل انيبل للشادو كوبي على مستوى البارتيشن اللي هو دي، تمام. فهاجي هنا اقول له انيبل، تمام. هنا بيقول لي ايه؟ if you enable shadow copy windows will use the default schedule and the settings and create shadow copy of the selected values. ايه ده؟ هو ينفع كمان ان انا اعمل schedule؟ اه ممكن ان انت تحدد schedule by default، هيديك 2 default schedule، ممكن ان انت كمان تكريت schedule اللي على مزاجك، تمام. فلو قلت له دلوقتي yes، هو عمل enable للشادو كوبي، تمام، وكريت لي هنا point، وكريت لي ايه؟ بوينت، تمام. طيب افرض دلوقتي مثلا ان جيت على البارتيشن ده بس بلاش فورمات، وهقول لك كمان شويه ليه بلاش فورمات. جيت على البارتيشن ده كده كليك يمين، بصوا شيفت ديليت اهو، شيفت ديليت، تمام. لو جيت دلوقتي هنا كليك يمين كونفيجر شادو كوبي، في عندي شادو بوينت كانت متكريته. لو انا قلت له دلوقتي ريفرت، تمام، ريفرت هيقول لي ايه؟ بقول لك ايه؟ خدي بالك لو كان البارتيشن ده اتكرر جواه اي حاجه ثانيه او اتعدل جواه اي حاجه ثانيه، الشادو بوينت هيعمل اوفر رايت عليها. الشادو بوينت اللي كانت انا اخدتها هيعمل اوفر رايت. طب كنسل كده الاول عشان نتاكد من الكلام ده. لو انا جيت هنا كريت فولدر سي مثلا سميته مالك، تمام، وتعالوا نرجع تاني الشادو كوبي او الشادو بوينت اللي انا كنت واخداها، هي دي بالتاريخ طبعا، ظهرت بالتاريخ والوقت، تمام. لو انا قلت له ريفرت وعملت تشيك هنا، قلت له ريفرت ناو، طالما انت اساسا عملت ريفرت للشادو بوينت بتختفي. فلو قلت له دلوقتي اوكي ودخلت جوه مالك، اللي حصل له؟ اتدلت، تمام، وظهر مكانه داتا جواه الملف اللي انا كنت مكريته. يبقى بي فيري كيرفول من دي. انت قلت لك تاني كانك بتاخد ايه؟ تصويره كده ليه. فلو كان حصل اي تعديل انت بتعمل اوفر رايت على اي تعديل كان حصل عليه. واضح لغايه دلوقتي؟ طيب وقلنا تاني اخدت بالك كمان ان الشادو بوينت دلوقتي اللي حصل لها؟ اتدلتت. فانت ممكن تاخد كل فتره كده شادو بوينت. انت واقف دلوقتي هنا اهو تقول له كريت نيو، وبعد شويه كريت نيو، وبعد شويه كريت نيو، كل فتره كده تاخد كوبي. او ممكن تعمل حاجه ثانيه، احنا اتفقنا ان انت ممكن تعمل ايه؟ سكادجول. ممكن تعمل ايه يا شباب؟ سكادجول، تمام. لو انا حبيت اعمل سكادجول اعمل الكلام ده ازاي؟ ادخل على البارتيشن اللي انت عايز تكريت عليه الشادو كوبي، وادخل على سيتنجز، تمام. نقرا بقى حاجه حاجه. اول حاجه بيقول لي الشادو بوينت، التصويره اللي انا اخدتها دي السكرين شوت دي باي ديفولت موجوده فين؟ على نفس البارتيشن. باي ديفولت موجوده فين يا شباب؟ على نفس البارتيشن. وعشان كده قلت لك بلاش فورمات، لانك لو عملت فورمات الشادو بوينت اللي مش كانت ظاهره اه صحيح بس هي موجوده في السيستم هتتدلت هي كمان. طب ليه مش قادره ان انا اغيرها؟ لان انا خلاص اساسا في عندي شادو بوينت دلوقتي متاخده. يعني لو انا جيت هنا قلت له دلوقتي ديليت هدلت كل الشادو بوينتس اللي انا اخدتها. يس، لو جيت دلوقتي اعدل تاني بقى من حقي ان انا اغير البارتيشن ولا لا؟ طب افرض دلوقتي قلت له ان او السكرين اللي هتتاخد دي حطيتها على السي، ساعتها انت لو عملت فورمات للدي هتعرف ترجع الشادو بوينت تاني، لان التصويره قلنا هتبقى موجوده فين؟ على بارتيشن تاني. واضحه؟ طب سي مثلا هسيبها على الدي، بيقول لي هتاخدي من الدي مساحه قد ايه؟ نو ليميت ولا تحددي ليميت معين؟ عاده بنفضل ان الويندوز هو اساسا اللي يحدد الليميت بتاعته بناء على حجم الداتا اللي بتبقى موجوده على البارتيشن، تمام. ولو دخلت هنا على السكادجول قلنا تاني هلاقي ان هو بكريت لي
اثنين سكادول، واحد 7 اي ام افري مونداي لغايه فرايداي، مونداي لغايه فرايداي دي اللي هي الايام الورك دي عندهم، لان هم اساسا ايام الاسبوع عندهم يعني بتبدا ابتداء من يوم الاثنين. تمام؟ طيب ستارتنج كذا ولا افري مونداي لغايه برضو جمعه بس ستارتنج كذا؟ يعني الساعة 7 اي ام ولا الساعة 12 بي ام؟ حدد اللي انت عايزه. طب لو مش عايز الاثنين دول ممكن ان انت تقول له ديليت، لو حبيت ان انت تكريت واحد تقول له نيو. تمام؟ ات امتى؟ حدد بقى الاسكادول اللي انت عايزه، عايزه يبقى ديلي ولا ويكلي؟ طب لو انا قلت له ديلي الساعة كام؟ تمام؟ وكل 1 داي ولا كل 2 دايز ولا كل قد ايه؟ طب بص لو انا اخترت مثلا ويكلي انهي ايام في الاسبوع؟ فاللي اقصده ان الاوبشنز اللي هنا بتختلف على حسب الاسكادول تاسك اللي انت مظبطها. واضحه كده؟ سي مثلا هقول له ديلي تمام، ومره واحده مثلا او كل يوم، والساعه سي مثلا 9. حد وقع لغايه دلوقتي في حاجه؟ لو قلت له دلوقتي اوكي، تعالوا كده بس الاول نكريت عندي شادو بوينت كده، كده اتكريتت عندي شادو بوينت اهي. تمام؟ طب لو انا دخلت جوه البارتيشن بقى، تمام؟ لو انت جيت هنا مثلا على مستوى ملف زي ده، كليك يمين هنلاقي فيه هنا اوبشن اسمه بقى ريستور بريفيوس فيرجن. ريستور بريفيوس فيرجنز دي ريليتد بالشادو بوينت. ريليتد بايه؟ بالشادو كوبي. ازاي؟ انا اخدت شادو بوينت صح؟ هفترض ان انا دخلت جوه الملف ده وعدلت فيه، عدلت فيه كتير وسيفت كنترول اس، اوبا انا عايز ارجع على التعديل القديم، بس المشكله دلوقتي ان انا مش فاكره الملف الاصلي كان فيه ايه، ده انا عدلت كتير وشلت وحطيت وين. تمام؟ ساعتها ممكن اجي على مستوى الملف ده واقول له هنا ريستور بريفيوس فيرجن. تمام؟ في عندي شادو بوينت كانت متكريته فعلا للملف ده، فلو انا قلت له دلوقتي مثلا اوبن، هي ده التعديل اللي انت عايزه؟ اه، يبقى هو ده اللي انا عايز اعمله ايه؟ ها؟ ريستور. ريستور. اخدتوا بالكم هنا اساسا ان الفيرجن اساسا خلاص اختفت؟ تمام؟ لو انت جيت هنا رجع فعلا على القديم ولا لا؟ عشان كده قلت لكم الشادو كوبي يعتبر نوع سيمبل جدا جدا جدا، نوع من انواع الباك اب، بس نوع ايه؟ سيمبل قوي. هندخل بقى دلوقتي في الباك اب. الباك اب بقى تمام؟ ندخل بقى على التوبيك اللي بعديه اللي هو الباك اب. ندخل على مين؟ الباك اب. تمام؟ في عندي نوعين من الباك اب هناخدهم باذن الله، ممكن ان انت تعمل باك اب للداتا، وممكن ان انت تعمل باك اب للسيستم. اللي هنركز عليه دلوقتي هو الباك اب الاولاني اللي هو مين؟ للداتا. تمام؟ طيب نعمل الباك اب ده ازاي؟ لو انت جيت دلوقتي على تولز هلاقي في عندي تحت هنا ويندوز سيرفر باك اب، بس لو ضغطت عليها، خدوا بالكم الايكون ذات نفسها موجوده، تمام؟ بس لو ضغطت عليها هيقول لي دلوقتي باك اب يور امبورتنت فايلز مش عارف ايه، ويندوز سيرفر باك اب از نوت انستولد اون ذيس كمبيوتر، يعني بيقول لي ان الرول نفسها مش متطبق. فانا هضطر اقفل دي الاول. ندخل على مين؟ مانج اد رولز. تمام؟ نيكست. لو جيت ادور هنا بقى دلوقتي على ويندوز باك اب، حد لاقيها؟ لا، هي ظاهره كايه؟ كفيتشر. فلو نزلت تحت كده هلاقيها هنا ويندوز سيرفر باك اب اهي. تمام؟ نيكست انستول. ام نوت شور ليه مايكروسوفت حطها كفيتشر، يعني رغم ان احنا قلنا ان الفيتشر ده عاده الحاجات اللي مش بنستخدمها كتير. تمام؟ هنستنى لغايه ما يسطب وبعد كده نشوف نفتح الكونسول بتاعه. خلص اهو كلوز. لو جيت تحت تولز دلوقتي ونزلت تحت ويندوز سيرفر باك اب، بيجمع الاول بس كده معلومات، بيقول لي دلوقتي اللاست باك اب كان امتى والستيتس بتاعته. تمام؟ فلو دخلت على لوكال باك اب المفترض دلوقتي هيديني هنا رساله يقول لي ان السيرفر ده عمره ما اتعمل له باك اب قبل كده. تمام؟ نو باك اب هاز بين كونفيجرد فور ذيس كمبيوتر، يوز باك اب سكادجول ويزرد اور باك اب وانس ويزرد. تمام؟ يبقى انا دلوقتي عشان اعمل باك اب قبل ما نكمل صحيح، تعالوا نيجي بس على الهارد ده او على السيرفر ده كده، اضيف هارد. ات يس. تمام؟ هضيف دلوقتي هارد ونجي له مثلا سي مساحه كبيره شويه 120 جيج مثلا. تمام؟ الحاجه بس الوحيده اللي هعملها دلوقتي في الهارد اللي انا ضفته ده، هعمل له بس initialization. تمام؟ فادخل هنا على كمبيوتر مانجمنت وادخل على ديسك مانجمنت واجي على السيرفر اللي احنا لسه ضايفينه ده، كليك يمين واقول له خليه اونلاين واعمل له initialize عشان احدد هو هيشتغل ام بي ار ولا جي بي تي. مش مهم خالص ان انا اقسمه. تمام؟ هتعمد ان انا مش اقسمه عشان اوريكم ايه اللي هيحصل. لو انت جيت بقى هنا دلوقتي بيقول لك انت عايز تكريت سكادول ولا باك اب وانس، ايه الفرق ما بينهم؟
سكادجول يعني مثلا كل يوم الساعه 12 بالليل السيرفر لوحده يبدا يعمل باك اب للداتا. تمام؟ باك اب وانس يعني انت دلوقتي هتعمل باك اب بايدك دلوقتي. واضحه كده؟ طيب تعالوا نشوف الاول باك اب سكادجول. لو انت حددت الاول باك اب سكادجول بالمناسبه صحيح، انا دلوقتي طبعا مسطبه رول قدامكم على مين؟ على البرايمري دومين كنترولر، صح؟ اي سيرفر عليه داتا مهمه المفترض انه يتعمل له باك اب، خصوصا الفايل سيرفر، لان الفايل سيرفر ده اللي بيبقى عليه الداتا بتاعت الموظفين. فالفايل سيرفر ده اهم سيرفر تقريبا عندي، المفترض انه يتعمل له باك اب للداتا، وبقيه السيرفرات طبعا يتعمل لها باك اب كمان للسيستم. واضح كده؟ طيب لو انت جيت هنا بقى دلوقتي بيقول لي ايه؟ نيكست، انت عايزه تعملي باك اب لفول سيرفر ولا كاستم؟ انا دلوقتي هقول له كاستم لاني عايزه اعمل باك اب زي ما اتفقنا لداتا، عايزه اعمل باك اب لمين؟ لداتا. فلو قلت له نيكست قال لي دلوقتي اد ايتمز، انهي بارتيشن في دول اللي انت عايزه تعملي له باك اب؟ لو انا قلت له دلوقتي مثلا الباك اب بتاع دي، بالمناسبه ممكن اسلكت فولدرات معينه، يعني مش شرط ان انا اعمل باك اب لبارتيشن بالكامل. تمام؟ ولو قلت له دلوقتي اوكي. تمام؟ لو دخلت هنا دلوقتي بقى على ادفانسد سيتنجز، تمام؟ تعالوا نقرا كده اول حاجه، بيقول لي اكسكلوجن تو اكسكلود فايلز تشوز اللوكيشن اند ذن انتر ذا فايل تايب. يعني ايه؟ افرض ان انت مثلا عندك بارتيشن، عندك اسفه فولدر معين او ملفات معينه عايز تعمل لها اكسكلود، يعني معناها ان انت بتقول له بلاش تعمل لها باك اب، فهتقول له هنا اد اكسكلوجن وتبدا تحدد له هنا الفولدر اللي انت عايز تعمل له اكسكلود بلس الامتداد، بلس مين؟ الامتداد. طب ندخل بقى على دي اس اس سيتنجز. تمام؟ لسه واحنا موقفين الفيديو دلوقتي مصطفى كان بيقول لنا ان هم عندهم في الشركه ايه؟ فيم، وعندكم برضو الباك اب العادي. تمام؟ في شركات كتير جدا زي عندهم كده اساسا بيعملوا باك اب من الباك اب بتاع مايكروسوفت نفسه اللي احنا شغالين عليه ده، وطبعا عشان مش نضحك على بعض هو لسه قايل دلوقتي ان الباك اب بتاع مايكروسوفت بيعمل فيهم ايه؟ تهيسات بقى مايكروسوفت والكلام ده، احنا لسه قايلين الحاجه اللي بفلوس غير الحاجه اساسا اللي ببلاش. تمام؟ بس الفيديو شغال وبعد كده نشوف مصايب الشركه عندك. تمام؟ المهم تاني كنا بنقول ايه؟ معلش، في شركات كتير فعلا بتعمل زي الشركه بتاعت مصطفى كده، مش بتبقى واثقه قوي في الـ في الـ في الـ في الباك اب بتاع الويندوز، بس تقول لك ايه؟ يعني افرض حصل حاجه في الفيم، يبقى انا كده واخده باك اب بالطريقتين، الباك اب بتاع مايكروسوفت والباك اب كمان بتاع البرودكت التاني ده اللي هو اشهرهم دلوقتي فعلا اللي هو الفيم. تمام؟ بيقول لي هنا في اس اس فول باك اب choose this option if you are not using any other products to backup. يعني اختار الاوبشن ده لو انت بس معتمد على الباك اب بتاع مين؟ مايكروسوفت. تحت هنا بيقول لي VSS copy backup choose this option if you are using another product to backup. استخدم ده لما تكوني كمان مستخدمه ايه؟ برنامج كمان باك اب. هتفرق معايا في ايه؟ تعالى اديكم مثال كده مثلا توضيحي كده بسيط. لو انت جيت على الملف اللي احنا كنا حاطينه ده، تمام؟ هاجي هنا اكليك يمين واقول له مور، تمام؟ وصر هنا كده حاجه اسمها اتريبيوت. هلاقي هنا تحت الاتريبيوت في حرف الاي، تمام؟ ولو جيت على مستوى الفولدر بالمناسبه وعملت نفس الحركه دي ظهرت الاتريبيوت، هلاقي حرف الدي. دي يعني دايركتوري، لما الاقي حرف الدي يبقى ده دايركتوري يعني فولدر. دايركتوري يعني ايه يا شباب؟ فولدر. تمام؟ طيب ايه حرف الاي ده بقى؟ ايه ده؟ معناه ان الملف ده ريدي تو بي باكد اب. برامج الباك اب عندها استعداد ان هي تاخد باك اب من الملف ده. تمام؟ طب افرض دلوقتي ان انا خلاص البرودكت اللي انا بستخدمه اللي هو مثلا الويندوز باك اب عمل باك اب للملف ده، حرف الاي يختفي خلاص كده مش عايزينه لانه خلاص اتعمل له باك اب. تمام؟ طيب انا دخلت جوه الملف وعدلت فيه، هيظهر حرف الاي تاني، يبقى ده معناه ان الملف ده لازم يتعمل له باك اب لان حصل فيه تعديل. كون ان انا دلوقتي الاوبشنز اللي قدامكم ده لو انت اخترت ده، احنا اتفقنا choose this option if you are not using any other products. تمام؟ فبالتالي حرف الاي مش هيفرق معايا بقى، الشرح اللي احنا قلناه. انما لو انت اخترت الاختيار اللي تحت ده، معناه ان لو الويندوز باك اب عمل باك اب للملفات دي سيب حرف الاي، لان في برامج تانية هتعمل باك اب فعايزه تعمل باك اب للملف ده كمان. وضحت الفكره؟ انا طبعا في حالتي دلوقتي هو الويندوز باك اب بس، فمش فارق معايا اي واحد فيهم. تمام؟ ده بالنسبه لمين؟ advanced settings. لو قلت له هنا next، انت عايزه تعملي باك اب وانس ولا مور ذان وان ا داي؟ انت عايزه تعملي اكتر من باك اب في اليوم ولا الساعه 9 بي ام بس؟ طب لو انا قلت له اكتر من مره في اليوم، تمام؟ وابدا احدد بقى الساعه 9 بي ام والساعه 1:30 بي ام والساعه 3:30 اي ام، تقدر تحدد اكتر من سكادجول في نفس اليوم. تمام؟ ارخم حاجه بس هنا، وان عشان كده مش هعملها لكم عملي، يعني لان
مشكلتي ان انا مش بعرف ان انا اكستمايز تايم بايدي. ايام زمان في الباك اب القديم في الاكس بي والويندوز سيرفر 2003 كنت بقدر ان انا اكستمايز الوقت بنفسي، انما هنا بيجبرني ان في فرق ما بين كل تايمر والتاني قد ايه؟ نص ساعة. فدلوقتي الساعة 11:05 اهو، فعشان ان انا اوريكم دي عملي هضطر ان انا استنى ونص بالظبط. لا مش مستاهلة. تمام؟ المهم تاني ان ده كده معتمد على مين؟ على السكادول. نيكست. طيب باك اب تو هارد ديسك ذات از ديديكيتد فور باك اب ريكومندد، يبقى ده معناه ان انت هترمي الباك اب على هارد مستقل اساسا مخصص للباك اب، هارد بقى اكسترنال وات ايفر. تمام؟ كان زمان على فكره الهاردات غاليه، الهاردات دلوقتي رخصت جدا مقارنه بزمان، فكانوا زمان بيعتمدوا على حاجه اسمها تيب درايف. تيب درايف ده يعني فاكرين شرايط الفيديو؟ لا مش فلوبي، هو كان بيبقى شبه شرايط الفيديو كده. تمام؟ وكانت رخيصه في السعر اساسا، وكانوا بيستخدموها عشان يعملوا عليها باك اب، والميزه كمان ان ينفع تكتب عليها اكتر من مره. تمام؟ وكانوا مثلا يعني يوميا يستخدموا تاب درايف ويطرخوه ورق كده ستيكر يلزقوه عليه ويحطوها جوه دولاب كده، دولاب كده اساسا مخصصه للداتا بتاعه الباك اب ومكتوب على كل واحد التايم بتاعه. تمام؟ نظرا لان طبعا دلوقتي الاسعار بتاعه الهاردات قلت بكتير، فتقدر ان انت تستخدم هارد ديديكيتد لمين؟ للباك اب. وبيقول لك ده ريكومندد. تمام؟ او ان انا استخدم باك اب على او احط الباك اب بتاعي على نفس الهارد بس على بارتيشن تاني. طبعا انا مش بفضل الاوبشن ده طالما انت عندك هارد. ليه؟ افرض ان الهارد ذات نفسه ضرب. صح؟ ميزه اللي فوق ان انت قلنا الداتا بتاعتك محطوطه على هارد ديديكيتد مخصص للباك اب بس. تمام؟ الاوبشن اللي بعديه باك اب تو اشيرد نتورك فولدر، يبقى انت بترمي الباك اب على مين؟ هارد تاني او اسس سيرفر تاني خالص عن طريق النتورك. تمام؟ فاحنا هنختار دلوقتي الاوبشن اللي فوق، وعشان كده انا ضفت دلوقتي قدامكم هارد. نيكست. تمام؟ شو اول افيلابل ديسكس، هو ده الديسك اللي عندي، مش ده اللي انا ضفته من شويه اللي هو مساحته 120 جيج. اوكي. خدوا بالكم من حاجه، انا ما كنتش قسمته، انا بس كل اللي عملت ليه انيشاليزيشن بس مش اكتر، حددت هو هيشتغل ام بي ار ولا جي بي تي. تمام؟ نيكست. بيقول لي بقول لك ايه، الهارد ده لو كان متقسم قبل كده وعليه اي داتا انسي الداتا دي، عشان كده قلت لك هات هارد جديد. تمام؟ فالهارد ده الرساله اللي قدامك دي بتقول لك ان هو هيتفرمط. تمام؟ يس. فينيش. تمام؟ كلوز. لو جيت دلوقتي بقى هنا كده ادخل على تولز، على كمبيوتر مانجمنت، على ديسك مانجمنت، هلاقي الهارد بتاعي اتقسم فعلا اهو، والتقسيمه بتاعته قام واخد اسم كده اساسا اللي هو التاريخ بتاع النهارده. تمام؟ وقام واخد 132 ميجا ان الوكيتد برضه بيحتاجهم في الباك اب. واخدين بالكم هنا ان مش عليه درايف ليتر، وبالتالي لو جيت اشوفه هنا تحت ازاز كمبيوتر مش هلاقيه. تمام؟ هو كل اللي فيها بس كنوع من يعني ضمان اكتر، انا شايفاه كسكيورتي افضل ان هو مش اداله درايف ليتر، لكن اقدر ان انا اديله درايف ليتر عادي جدا وهيشتغل مفيش مشاكل. لا مش هتشوف الباك اب بنفس المفهوم اللي انت متخيله، يعني انا دلوقتي هعمل باك اب لمثلا ملف اسمه تكست تدخل جواه تلاقيه؟ لا. طب اقول لك نخلص وهوريها لك، اوريها لك بعدين. تمام؟ بس عايزاك بس يعني ايه مش المفهوم اللي في دماغك ده خالص. تمام؟ انا كده عملت ايه؟ سكادول في اوقات معينه. لا انا مش هقعد استنى بقى الوقت ده كله بصراحه، لان احنا اتفقنا مشكلتي مع السكادول اللي مايكروسوفت حطاه ان لازم استنى لغايه ونص بالظبط. تمام؟ عشان كده انا دلوقتي هقول له ايه؟ باك اب وانس. تمام؟ هقول له دلوقتي بيقول لي انت عايزه تستخدمي نفس الاوبشنز بتاعت السكادول اللي انت عملتيه ولا ديفرنت؟ طب سي مثلا اقول له ديفرنت. نيكست. تمام؟ وعشان المستمعين اللي هيذاكروا اونلاين، الرنه اللي طلعت دلوقتي دي من موبايل، دي رنه كاستمايزد من واحد من الطلبه بتوعي، حاططها للمدير بتاعه. حاطط لو طالب المسافات للمدير بتاعه اللي هو يعني ماشي. بيقول لي عايزه تعملي باك اب لمين؟ فول ولا كاستم؟ كاستم. نيكست. اد ايتمز، هعمل باك اب زي ما اتفقنا للدي ونفس الاوبشنز خلاص فهمناها. نيكست. تمام؟ عايزه ترميه على الباك اب، يعني عايزه ترميه على زيس سيرفر ولا ريموت سيرفر؟ لا على زيس سيرفر. نيكست. احطه ده على ده، مش ده اللي احنا قلنا هيبقى ديديكيتد اصلا للباك اب؟ لو جيت اختاره هيطلع لي ايرور، يقول لي بقول لك ايه، الهارد اللي انت اصلا حاولتي ان انت تعملي سيلكت عليه ده مخصص للسكادول. ده مخصص لمين يا شباب؟ للسكادول. عشان كده هكنسل واجي بس هنا على باك اب سكادول واستوب السكادول. نيكست.
فينيش، عشان زي ما اتفقنا انا مش عايزه اضيف هارد تاني، انا زي ما قلت لكم ان انا عايزه ارمي الباقه على نفس الهارد ده. تمام، بص كده يا احمد، هنا اول ما انا لغيته من حته الباقه لوحده اخد درايف ليتر، وبالتالي في سيس كمبيوتر المفترض هيظهر. تعالوا بقى اقول له دلوقتي باك اب وانس. تمام، اخدتوا بالكم ان الاوبشن بتاع السكادول ده قفل، لان انا خلاص لغيت عملت ستوب للسكادول، صح؟ نيكست، كاستم، نيكست، اد ايتم، قلنا هعمل باك اب لمين؟ للبارتيشن بتاع دي، نيكست، واحطه على هو ده. المره دي لو قلت له نيكست ايه بالعادي وباك اب. طبعا في حالتي مش هيطول يعني، علشان انا عندي عدد الملفات حاجه بسيطه قوي، بيطول على حسب حجم الملفات اللي عندك. تمام، ده ترانسفير يا مسهل. كده بيخلص اهو كومبليت. تمام، طيب طبعا هنا بيديني اساسا ايفنت كده اللي حصل عندي ان انا عملت باك اب سكسسفول. تمام، لو جيت دلوقتي بقى هنا، بص يا احمد، انت كنت بتقول لي بص الباك اب هنا عامله ازاي. لو دخلت جواه بي دي سي اسم السيرفر، ايه ده؟ عشان كده قلت لك مش تتخيل ان هو مش بياخد كوبي وبيست عشان تظهر الملفات بشكلها. تمام، لو انا جيت بقى هنا على الدي فورمات بقى، مش حتى شيفت ديليت، ده فورمات اساسا. تمام، وتعالوا نكتب جواه اي داتا كده. تمام، اوبا ده الداتا طارت، يبقى اعمل ايه؟ ريستور بقى. تمام، اعمل ريستور للداتا، فاجي انا اقول له ريكفر يعني ريستور. بقول لك ايه، وير از ذا باك اب ستورد؟ الباك اب اللي انت عايزه تعملي له ريستور موجود على ذا سيرفر ولا موجود على انذر لوكيشن شيرد فولدر؟ لا، موجود على نفس الهارد او على نفس اسف السيرفر. نيكست، هنا بقى مايكروسوفت محترمه في الحته دي بصراحه. اي يوم حصل فيه باك اب بتخلي اللون بتاع اليوم كده اللي هو اللون الغامق ده بولد. تمام، بص لو جيت اقف على اي واحد كده هتلاقي النهارده حصل باك اب، فهتلاقيه كده زي ما اتفقنا لون بولد كده ومحوط عليه مربع. فده الباك اب اللي انا عايزه ارجعه. تمام، كان الساعه كام؟ يعني بمعنى لو انا عامله اكتر من باك اب هيظهروا هنا في الليسته دي. تمام، طب نوع الباك اب ده ايه؟ ده داتا عاديه، لان كمان شويه باذن الله هناخد انواع ثانيه من الباك اب، فهيحدد لي ده باك اب لداتا ولا ده باك اب لسيستم ستيت ولا ايه بالظبط. تمام، فاوكي نيكست. بقول لك ايه، وات يو ونت تو ريكفر؟ انت عايزه تعملي ريكفر بايه؟ فايلز وفولدرز؟ تمام، ولا هايبر في؟ هايبر في ده قربنا ناخده باذن الله، ده اللي هو مقابل للفي ام وير بس بتاع مايكروسوفت، ولا بارتيشن كامل فوليوم، ولا ابلكيشن، ولا سيستم ستيت. تمام، طبعا الحاجات دي لسه مش واضحه، فانا هعمل باك اب لمين؟ لفوليوم سيستم ستيت. تمام، فقلنا تاني ان انا هعمل دلوقتي ريستور لمين؟ فوليوم بالكامل. تمام، موجود على ده. تمام، عايزه تعملي دلوقتي ريستور على ايه؟ مين الديستنيشن اللي انت عايزه ترجعي عليه الداتا اللي هو مين؟ الدي. ماشي، نيكست. بيقول لي هنا ان اي داتا موجوده عندي على الدي هتختفي. تمام، واقول له هنا ريكفر. خدوا بالكم من حاجه، هو دلوقتي بيعمل لي، عمل لي الحوار ده ليه؟ لان انا عامله دلوقتي ريكفر لمين؟ بارتيشن بالكامل. عامله ريكفر لمين يا شباب؟ بارتيشن بالكامل. لو قلت له دلوقتي اوكي، تمام، لو دخلت على دي ادي الداتا اهو، بس الفولدر اللي اسمه مالك طار. تمام، طيب طب افرض دلوقتي بقى ان انا عايزه اعمل ريكفر لملفات معينه، عايزه اعمل ريكفر لمين؟ ملفات معينه. تعالوا برضو نجربها تاني كده، هاجي على دي هفورمات وبرضو هكتب داتا كده جواه. تمام، لو جيت المره دي قلت له ريكفر نيكست اليوم ده، نوع الداتا او نوع الباك اب بتاعي عباره عن داتا، المره دي هقول له ان انا عايزه ريكفر مين؟ فايلز وفولدرز. نيكست، هنا بقى تقدر ساعتها ان انت تسلكت على الحاجه المعينه اللي انت عايز تعمل لها ريكفري، فمش شرط ان انت تعمل ريكفري لفوليوم بالكامل، انت هنا بتحدد. تمام، طيب هقول له مثلا ان انا عايزه ارجع الفولدر اللي اسمه داتا ده اللي جواه ملف داتا. لو قلت له دلوقتي كده نيكست، نقف هنا بقى شويه، عايزه ترجعي على الاوريجينال لوكيشن ولا انذر لوكيشن؟ عايزه ترجعيها على نفس الفولد، على نفس البارتيشن اللي انت كنت واخده منه الباك اب، ولا في مكان تاني؟ سي مثلا هقول له في نفس الاوريجينال لوكيشن. تمام، طيب
when the Swisser finds items in the backup that are ready in the recovery destination. يعني من الاخر الملف اللي عندي كان اسمه ايه اللي انا بعمله ريكفري دلوقتي؟ داتا. بفرض اصلا ان دي دلوقتي عندي ملف بنفس الاسم، عندي دلوقتي عليه ايه ملف بنفس الاسم، هيتصرف ازاي؟ create copies so that you have both versions، يكريت كوبي من الباك اب بحيث ان يبقى عندي اثنين ملف اسمهم داتا، ولا overwrite the existing versions with the recovered version، يعني الملف اللي موجود عندي على الباك اب هو اللي يعمل overwrite على الملف اللي موجود عندي على البارتيشن، ولا don't recover the item، يبقى الملف اللي duplicated اللي ليه نفس الاسم يعمل له ايه؟ neglect skip skip. تمام؟ فحالتي انا دلوقتي مش فارق خالص لان كده كده مش عندي اي ملف اسمه داتا جوه الدي. تمام؟ طب بالنسبه للسكيورتي سيتنجز الاكسس كنترول ليست، ايه الاكسس كنترول ليست دي؟ اللي هي دي كليك يمين بروبرتيز، لو دخلت على السكيورتي ليست اللي هي الليست دي اخذناها قبل كده صح؟ دي اللي احنا كنا بنسميها الاكسس كنترول ليست. عايزه كمان ان انت تعملي لها ريكفري ولا لا، ولا ترجع على الديفولت؟ واضحه؟ فانا هقول له هنا نيكست تمام وريكفر، برضه مش هيطول في حالتي لان كده كده الملف اللي انا بعمله ريكفري حاجه بسيطه جدا. تمام كلوز. لو جيت بقى المره دي ادخل هنا على الدي، ايه رايكم؟ الاثنين موجودين ولا لا؟ لان تاني انا عملت ريكفري لايه؟ لملفات وفولدرات، مش عملت ريكفري لبارتيشن لفوليوم بالكامل. في اي مشكله في الداتا في الباك اب بتاع الداتا؟